هي المقاربة، أو نتحدث يعني عن الموضوع، اختيار الموضوع في حد ذاته هو ينبع من اهتمام الذي أكنه شخصيا للعالم الإذاعة، والتي يعني أتذكر خلال سنوات التسعينيات حينما كان يعني الإذاعة الوطنية هي المرجع، سواء تعلق الأمر بالإذاعة الوطنية باللغة العربية أو القناة الدولية، حينما يعني كانت عديد من الوجوه الإعلامية والتي يمكن أن أصفها بالنجوم آنذاك، يكفي الحديث عن مدام نادية بن شيخ، حنان العماني، سي أديب المشرفي، كل هؤلاء أعلامه يعني كانوا وراء يعني ربما تلك القصة المحبة التي جمعت بيني وبين العمل الإذاعي، الأمر الذي وفر لي فرصة أن ألج مجال التكوين الأكاديمي في قسم الإعلام أحد المعاهد العليا الخاصة بالدار البيضاء. وبالتالي كل هذه العوامل جعلت من مسألة العمل على رصد تمثلات ومواقف الجمهور المغربي من هذه التجربة كتحدي يعني شخصي قبل أن يكون أكاديميا. أكيد أن الانتظارات الجمهور المغربي كانت كبيرة بالنظر إلى يعني الفترات أو عقود من الزمن، والتي كانت تتميز بالاحتكار الذي كان يمارسه الإعلام العمومي على المشهد الإذاعي المغربي. فبالتالي حينما أعطيت انطلاقة تحرير القطاع السمعي البصري، والتي للتذكير تعود إلى سنة 2002، إبان الخطاب الملكي المؤرخ بتاريخ 30 من يوليوز من هذه السنة، والذي كان يوافق الذكرى الثالثة لتربع صاحب الجلالة على عرش المملكة. فبالتالي كانت إدارات كبيرة، ومما جعل من مسؤوليتنا يعني كأساتذة باحثين وكطلبة باحثين أن نشتغل على موضوع له علاقة بانشغال المغاربة، له أولوية بحكم أن الإنتظارات كما قلت كانت كبيرة. فبالتالي كانت الانشغال على رصد تلكم التمثلات وتلكم الصور أو انطباعات الجمهور المغربي إزاء هذه التجربة، بناء طبعا على أربعة نماذج وأخص بالذكر: الإذاعة الوطنية، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، مجموعة إذاعة أم أف أم، وراديو أصوات. وموضوع الأطروحة يتناول موضوع الإذاعة المغربية، هي دراسة مقارنة بين الإعلام العمومي والإعلام الخاص بناء على تمثلات الجمهور المغربي إزاء الإذاعة الوطنية بعد التحرير. هو هنا تجدر الإشارة أن هذه الدراسة يعني شملت جملة من المشاركين، سواء تعلق الأمر بالمستمعين أو المهنيين أو الأكاديميين، المهنيين كذلك الممارسين بمختلف منابر الإعلامية وبما فيها تلكم المستهدفة من قبل هذه الدراسة. فبالتالي النتائج اختلفت حسب المستوى، سواء تعلق الأمر بالمستوى الأكاديمي وكذلك النشاط المهني، إلى أن أغلبية يعني الآراء ذهبت إلى في اتجاه تشجيع هذه التجربة بحكم أنها لا زالت في بدايتها. هنا التذكير أنه تجميع المعطيات هو يعود إلى سنة 2016 في بدايتها، بحكم أنه تم الشغل كذلك على قياس نسب المتابعة والتي انطلقت في سنة 2012. فبالتالي في تلك الفترة لم يكن ربما هذا المشروع قد أتم عقده الأول، فكانت التجربة بالنظر إلى آراء المهنيين لا زالت في بدايتها، وأن مزيدا من الوقت سيعطيها ربما نضجا أكبر. أكيد أنه تم اختلاف بالنسبة لمواقف الأكاديميين، والذين يأملون أن يكون المستوى المنتوج الإذاعي راقيا إلى مستوى انتظارات الجمهور المغربي، إلا أن هذا الأمر يبقى إلى حد الآن هاجس وتحدي كبير. يجب أن تتضافر كل الجهود من قبل سواء الجهات الوصية سواء من قبل القنوات، وهنا الحديث عن القنوات الخاصة التي تتعرض لنوع من إكراهات بحكم أنها مقاولات إعلامية، بالرغم أنها تشتغل في ميدان الإعلام، إلا أنها تبقى مقاولات خاصة لها إكراهات مالية، وبالتالي ما يلقي بظلاله على طبيعة البرامج التي تقدم من الجمهور المغربي، بحكم أنه يتم اختيار البرامج التي تحقق أكبر نسب متابعة والتي تضمن عائدة استشهارية تضخ في ميزانيات هذه القنوات الخاصة. هو للأسف هذا من بين المؤاخذات التي وردت في من قبل العديد من المهنيين، أكيد أنه ربما الإكراه
تحقيق نسب المتابعة يؤدي بتلكم القنوات إلى استنساخ تجارب ناجحة وربما بغيتها تحقيق نفس الهدف، مما يسقطها في فخ التكرار، وربما حسب ما ورد على لسان أحد المشاركين في فخ السرقة الأدبية. أعتقد أنه خلال هذه المسيرة ربما التي نهزت حوالي 25 سنة يعني طيلة المسار، فكان هو تحدي شخصي في حد ذاته، فللأسف أنه لا يمكنني أن أعطي ربما فكرة عن طبيعة الخدمات التي قدمت من قبلي سواء الوزارة أو أي سواء وزارة التعليم أو وزارة الخاصة بالأسرة والتضامن في هذا المجال، إلا أن المسار الشخصي كان تحدي شخصي، وكان يعني كانت مغامرة يعني لإثبات الذات. فأعتقد أنه في هذا المجال فإني لم أستفد من أي دعم، يعني سواء تعلق الأمر بالجانب التقني أو الجانب الموارد البشرية، فهي مغامرة أخذتها بمعية الأستاذة المشرفة البروفيسور يمينة القيرات العلام التي أقدم لها الشكر من هذا المنبر، والتي أثرت على أن تتم هذه المغامرة وهذا التحدي، والتي اعتبرته تحدي شخصي قبل أن يكون. وأكيد أن الصعوبة تنبع من قلة الدراسات التي تناولت تجربة تحرير القطاع السمعي البصري، بحكم أنه على حسب حد علمي فتم تندرة قليلة باستثناء بعض المقالات باللغة العربية وبعض المقالات باللغة الفرنسية التي تناولت تحليل نسب المتابعة، إلى أنه بالنظر إلى دراسة ربما تحترم المعايير الأكاديمية من منهجية تجميع المعطيات، من التوثيق، من تحليل، فتم تندرة في هذا المجال. هناك صعوبة ارتبطت خصوصا بتجميع المعطيات، خصوصا تلك المرتبطة بالاستجوابات أو مجموعة الاختبار أو كذلك ملء الاستمارات، فبالتالي ذلك لأنه السبب هو أنه ثقافة البحث العلمي في المغرب لا زالت غير شائعة، فمما تطلب الأمر يعني استعانة بمساعدين والذين يتواجدون من مختلف مدن المملكة حتى يتسنى لنا الوصول إلى الفئة المستهدفة التي تسمح برصد ربما مختلف أنماط وعادات الاستماع ومدى صدى الإذاعة المغربية سواء كانت عمومية أو خاصة لدى الجمهور المغربي.